يا سيدي مرحبا بكم والسلام عليكم. بالله اليوم فما أستيو صغيرة باش نحكيو فيها. فمن معظمنا اللي عدينا وخذينا برمي الناس كل فمني حتى واحد ولا بنسبة باش ما نبلغوش أكثر نقوله بنسبة 95% ما يعرفوش المعلومة اللي باش نقول لكم عليها توا بالنسبة هذوما الناس اللي خذوا البرمي جدد. فهمت بون الحاجه هذه باش نقولوا عليها مفيده برشا برشا وخاصه للناس اللي شراو كهرباء جديده ولا مشى كرا كهرباء لوكاسيون وهزها ومشى يسوق فيها والا فهمني سورتو لي دام نساء الماجوريتي زاده فهمني بون لاسيو الصغيره هذيا قداش منا يتعرض للمشكله انه يمشي للكيوسك باش يصب ليسونس فهمني يقف بحد الترومبا يلقى البوشون ولا ريزرفوار البوشون تاع ريزرفوار من جهه اخرى معناها ماهوش من جهه الترومبا البوشون تاع ريزرفوار مش من جهه الترومبا تاع ليسونس بون يقعد يما يحل الباب ويثبت يما يخرج راسه يما يقول له فهمني اللي في الكاسك دور للترومبا الاخرى الى اخره. به اليوم باش نحي لكم المشكله هذه. اي كهرباء مهما كان نوعها كي تطلع فيها حتى كان مش ملكك حتى كان ما تعرفش دوب ما تطلع تعرف فهمتني البوشون تاع ليسونس وين موجود فهمتني. ان شاء الله تكون لاستيوس هذه مزيانه وتعجبكم وتوا ان شاء الله هو باش نوريها لكم. مالا ايه فوالا هنا توا نشوفوا احنا توا في الكوين تاع ليسونس الكونتور تاع ليسونس الكوين فهمتني لهنا كيما تراو بون لهنا تشعلوا تطفى معناها ما فيهاش ليسونس فهمت يمنش فيها. راح نحكوا جوست على البوشون تاع ريزرفوار منين كيفاش نجم تعرف البوشون تاع ريزرفوار منين او كارينه الفلاش الجويد هذايا اللي على اليسار هذايا معناها يقول لك اللي راهو الريزرفوار البوشون تاعو راهي موجوده في الكوتي غوش معناها على اليسار فهمتني. كي يبدا في اليمين يولي الفلاش في الشيره الاخرى يولي الفلاش من هنا فهمتني. هذايا معناها لاسيوس صغيره اللي نجموا نعرفوا بها وكيفاه باش ندخلوا للكيوسك وين فانا بلاصه نقفوا نخليو ترومب على يسارنا نقفوا نخليو ترومب على يميننا وين نخليو ترومب مالا لهنا هاكا سهلت عليكم. كيما نعاود نزيد نقرب لكم اكثر هاكا الفلاش يبان فهمتني. مالا ديما كي نجي ندخل للكيوسك نعمل طله غاديكا نغزر على الكونتور هذيك را فهمتني ترومب تاع ليسونس والفلاش وين موجود. كاين الفلاش على اليسار راهو البوشون تاعي على اليسار تاع كرهبتي كاين الفلاش على اليمين راهو البوشون على اليمين. ان شاء الله تكون الفكره عجبتكم وبارطاجيوها مع بعضكم باش اصحابكم يزيدوا يستفادوا وشاهية طيبه الناس كل